أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أمس بعمليات التحديث والتطوير الجارية لمنظومة الطيران بالقوة الجوية الكويتية والمتمثلة في استلامها لعدد من طائرات اليوروفايتر والكراكال، والتي سوف تحدث تحولا وتقدما كبيرا في قدرات وإمكانيات القوة الجوية بما تتضمنه من تقنيات ومميزات من شأنها أن تسهم في تعزيز ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد لقواتنا المسلحة. وأشادت الشيخ اليوسف جاءت خلال جولة تفقدية شملت زيارة قيادة الشرطة العسكرية وقاعدتي أحمد الجابر وسالم الصباح بالقوة الجوية، وكذلك زيارة قوة واجب صباح شمال البلاد. ونقل وزير الدفاع خلال الزيارة تهنئة ومباركة القيادة السياسية لمنتسبي الجيش بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وتقديرها للجهود والتضحيات التي يقدمونها في سبيل الدفاع والذود عن حياض وطننا القالي. كما استمع الشيخ اليوسف خلال هذه الزيارة إلى شرح قدمه قادة المواقع العسكرية، وأوضحوا من خلاله طبيعة المهام والواجبات والتي تقوم وحداتهم بتنفيذها مع بيان درجة الجاهزية والاستعداد التي يتمتع بها منتسبوها، بالإضافة إلى مستوى التعاون والتنسيق العسكري القائم بين وزارة الدفاع والقطاعات العسكرية الأخرى في البلاد، والتمثيل في القيام بتنفيذ العديد من المهام والتدريبات المشتركة.